أنا بوهران أين موعدنا يتجدد وإياكم مع منافسة السيدة الكوجة في الحائط البشير راح تكون مخالفة دائرية كرة من هناك والدفاع والكرة تصطدم بالقائم القائم ينوب عن الحارس بوهدا وكرة من هناك لصالح جمعية وهران عن طريق بالعلام بالعلام يحاول المرور عن طريق المراوغة والهدف الأول الهدف الأول بنيران صديقة عن طريق بالعلام ولكن كان أحد اللاعبين اصطدمت به الكرة اللاعب سيدي بي ولعب بالخطأ سجل ضد مرمى ونشوفوا هنا كانت هجمة سريعة تاع فريق جمعية وهران اللي عرفوا كيفاش يستغلوها ها هي الإعادة شوف هنا بالعلام والكرة اصطدمت باللاعب جل عناصر مولودية بجاية وعودة كل عناصر جمعية وهران والكرة من هنا وهدف التعادل هدف التعادل في الدقيقة 13 عن طريق دحوش نسيم دحوش نسيم يرجح الكفة ويعيد المباراة هي قلنا باللي الكرة تبدا من الحلول وشفنا مخالفة تاع دحوش قد نقولوا ما كانتش خطيرة 100% لكن الخروج تاع الحارس وما كانش عنده الرؤية اللازمة ما عرفش لا تراجيكتوار دي بالون هدف لمثلها هي كرة التعادل من دحوش كان خروج سيء للحارس صديق بوهدا وكرة دحوش تسكن شباك الحارس صديق بوهدا لتصبح النتيجة هدف لمثله بعد مرور لكن تبقى دائما لصالح جمعية وهران توزيع أخرى في التنفيذ بن عيادة والحارس لعب في فريق عيون الترك ومن بعد راح وكرة من هناك وبالقابلية والدفاع قابلية شوف هنا ها هي الإعادة بن قابلية هنا كان فقد التوازن نوعا ما تماس لصالح جمعية وهران في التنفيذ عواد كرة ممتازة من هناك والتغطية الدفاعية حاضرة عن طريق مسعودي بن قابلية ساقط فوق أرضية الميدان بعد هذا الاحتكاك مع المدافع مسعودي هنا جل عناصر جمعية وهران صعدوا لمساندة الهجوم ضد مرمى وهدف ثاني ضد مرمى زين العابدين امام الحارس منصوري سباح زين العابدين يضيع سباح زين العابدين وكرته تصطدم بالعارضه الافقيه سباح زين كره التاهل بين دمران يمنح التاهل لفريق مولوديه بجايه في الضربه السابعه وتأهل تاريخي لمولودية بجاية التي تصل إلى الدور النصف النهائي